يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. معنى عدد، معنى رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، يعني عدد ما يرضيه، عدد ما يرضيه وعدد ما يتكلم به، مداد، المداد الحبر المعروف الحبر. وزنة، هل الوزن؟ اي يعني انت عادي، كما ان العرش لا يكاد يوصف، لا يكاد يوزن، لا يعلم قدر ذلك الا الله، فانت تسبح الله بهذه التسبيحات. لكن هنا لفتة احب ان الفت النظر اليها، وهي ان الحديث ورد بالفاظ ثلاثة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا لفظ. الآخر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، هذا الثاني. الثالث: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الأظهر من ناحية الرواية والدراسة الحديثية أن الأخير هو الأصح، والله أعلم. سبحان الله.